هتكون رساله قويه جدا من مصر، وهتكون اهم كرنفال فني وثقافي مصر عملته. طب بلاش اليوم، هيبقى صبح ولا ليل؟ هيبقى المغرب ان شاء الله. المغرب فانتوا محتاجين اللي هو يعني التاثيرات بقى بتاعت الاضاءه والتاثيرات اللي هتبقى موجوده تبقى قدام الناس كلها. هو ده في كل ان مره واحده حفل التحرير يتفتح الباب، النور يخرج، الموكب يتحرك وهو منور، يوصل ميدان التحرير، ميدان التحرير ينور، المسله تنور، الكباش تنور، العمارات تنور، يمشي على الكورنيش، الكورنيش ينور، يوصل بحيره المتحف الحضاره تنور، وتستقبلهم استقبال كانهم رئيس جمهوريه او ملك بيزور مصر. انا فهمت انه هيكون في ممثلين وممثلات مصريات مشاهير هيرتدوا الملابس الفرعونيه، ده صحيح الكلام ده؟ بالظبط، هيلبسوا هيقفوا في اماكن اثريه كتير في القاهره وفي الاقصر وفي الاهرامات وفي المتاحف المصريه، كل فنان وفنانه هيقول كلمه مصريه باللغه العربيه بيتكلم فيه عن عظمه الحضاره المصريه وعظمه المكان اللي هو موجود فيه. هي رساله توعويه ورساله حضاريه ورساله سياحيه في نفس الوقت. طب هل حضرتك ممكن تكشف لنا عن بعض اسماء الفنانين ولا لسه لم يتم يعني الانتهاء منها بعد؟ لا خلاص طبعا، احنا عارفين الفنانين وبصراحه كلهم فنانين كبار وفنانات اجتهدت في فنهم وان شاء الله